العلماء إن وقت السحر فيه عبادة أفضل من الصلاة ومن قراءة القرآن ومن التهليل ومن الدعاء المطلق إلا الاستغفار، لأن الله يقول وبالأسحار هم يستغفرون، وقال والمستغفرين في الأسحار. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا حضر السحر وهو آخر الليل أشده ظلمة أغلق مصحفه وأنهى صلاته واشتغل بالاستغفار. وش أفضلها؟ سيد الاستغفار، يليه دعاء يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن جوامع الاستغفار ما جاء في الحديث قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفرت ذنوبه وإن كانت عدد حبات رمل عالج. وين عالج يا أبو صالح؟ ها؟ لا والله ما هو بخالي ولا هو بخالك. ها؟ وين عالج يا أبو صالح؟ خاف إنها انفيدات الشقة. ها؟ عالج هي النفود الكبرى، اسمها عند العرب نفود عالج، رمل عالج، وسماها النفود الكبرى المستشرقون. عرضها من الشرق للغرب 600 كيلو ومن الجنوب للشمال 360 كيلو بحار من رمل. لو أملا لكم القارورة هذه من رمل، من الرمل، ومن نجتمع كلنا عليها نحط لنا سفرة الخفاشية ذي وننثرها، نقول يلا خلنا نعد حبات الرمل، كم يبيلنا يا أخواني؟ ها؟ كم يبيلنا يا مجذوب؟ 7 ليالي من ذوات العدد. ها؟ لا كلنا نجتمع عليها نملة مثل هذا وننثرها. ها؟ ما تبي لو استعجلنا ساعتين ولا نقول بها؟ إذن فاسمعوا هذه البشارة على لسان البشير عليه الصلاة والسلام، من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفرت ذنوبه وإن كانت عدد حبات رمل عالج. في الرواية الأخرى غفرت ذنوبه وإن بلغت عنان السماء. في الرواية الثالثة غفرت ذنوبه وإن كانت عدد زبد البحر. في اللفظ الرابع غفرت ذنوبه وإن كانت عدد ورق الشجر. هذا الاستغفار وهذا وقته، فلا تفوتنكم. لا تفوتنكم.